باسم رئيس الجمهورية، الوزير الأول يوقع بكيغالي على بروتوكول الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحرة، ويجدد مواقف الجزائر الداعمة للصف الإفريقي واندماج القارة الاقتصادي لمواجهة تحديات الراهن. وزير العدل يؤكد على استحداث سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين خلال عرض ومناقشة نص مشروع القانون أمام النواب. مزايا وخدمة نوعية يقدمها المركز الوطني لطبع مواضيع الامتحانات بعد إعادة التهيئة وتجديد لمختلف المصالح الإدارية. مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية ناميبيا هاج جينغوب بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن يقينه من أن زيارته المقبلة للجزائر ستكون محطة هامة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تربط البلدين. رئيس الجمهورية عبر عن ارتياحه لجودة أواصر الصداقة والتضامن والتعاون التي تربط الجزائر وناميبيا، مجددا رغبته في العمل سويا على تعميقها وتمسكه بتوثيق التشاور حول المسائل الإقليمية والدولية، وبدعم الجهود المبذولة في سبيل ترقية السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقع أمس الوزير الأول أحمد يحيى بكيغالي على بروتوكول الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري، وذلك خلال إشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي. البروتوكول يقضي باستحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية، وقد وقع على هذا الاتفاق حوالي 40 رئيس دولة وحكومة من الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه حالياً الرئيس الرواندي بول كاغامي. حرص الجزائر على أن تكون هذه الوحدة الإفريقية والصرح الإفريقي وحدة وصرح ذو فعالية وذو نوعية. هنا نذكر كذلك بالمبادرة اللي قام بها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع نظراه وإخوانه من نيجيريا وباسنجو من جنوب أفريقيا مبيكي، وخلقوا صرح النيباد والمايب اللي هي آليات ربما الرأي العام ولا الإعلام ما طلعش أهمية كبيرة، لكن ساهمت بقسط كبير في رفع مكانة أفريقيا في العالم. نعطيك على سبيل المثال، في السابق كانت أفريقيا تمشي اللقاءات الدولية حول تنميتها، كانت أفريقيا تجلس وتنتظر ما يقرره الآخرين. الآن أفريقيا تمشي، عندها خريطة الطريق، والآخرون يساهموا بالقسط الممكن في الأهداف المستطرة من طرف أفريقيا. كذلك المايب اللي هو تحسين الحوكمة في أفريقيا والرقابة الجماعية كانت محطة كبيرة. اليوم وصلنا والحمد لله إلى يعني تكريس قرار كان اتخذ في أبوجا في 91، خلق المنطقة الاقتصادية الحرة اللي هي آخر محطة في إدماج أفريقيا اقتصاديا، ومع الاتفاقية الخاصة بحرية التنقل للأشخاص والفضاء أو السماء الموحد لأفريقيا. الجزائر مضت، والجزائر كانت يعني ناوية تكون صريحة مع أشقائها الأفارقة، ويكون خطابها للعالم خطاب متجانس، مش عندنا خطاب في افريقيا وخطاب تجاه اوروبا وباقي العالم. فيما يتعلق بحريه تجوال الاشخاص في افريقيا، اجلنا امضاء الاتفاقيه. لماذا؟ لان تحتاج نشرح ربما اكثر للراي العام، اننا اذا كان نقدم على هذا الامضاء في المستقبل، هذا ما معناهش انه يفتح مجال للهجره الغير الشرعيه. تمام. الناس اللي تجي للجزائر، وحنا الجزائر في هذا المجال كذلك فيما يخص الاشخاص، من زمن العاصمة الجزائرية اللي كانت يعني ملجأ لحركة التحرير والمكافحين، عاصمة الأحرار، صبحت من بعد اليوم عاصمة الطلبة. يعني هذا كذلك يجهل الرأي العام ربما. الجزائر سنويا تحتوي على 5000 أو أكثر من 5000 طالب إفريقي من مختلف البلدان.
هذا وفي الكلمة التي ألقاها باسم الجزائر أمام المشاركين في أشغال الدورة الاستثنائية لقمة الاتحاد الإفريقي، جدد ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أحمد يحيى مواقف الجزائر الداعمة للصف الإفريقي واندماج القارة الاقتصادي لمواجهة تحديات الراهن. مفتتة التلفزيون إلى كيغالي إسمهان مومني. بعدما نقل التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذه القمة الاستثنائية وتمنياته بنجاح أشغالها، ذكر الوزير الأول أحمد أويحيى بمواقف الجزائر الداعمة للقضايا الإفريقية والتزامها منذ الاستقلال بالمساهمة في كل المؤسسات الرامية إلى تحقيق الوحدة الإفريقية. فالجزائر، يؤكد ممثل رئيس الجمهورية، كانت دوما رائدة ومؤسسا فاعلا للوحدة والاندماج الإفريقيين. وبالعزيمة ذاتها وإيمانا بالمصير المشترك، يضيف أحمد أويحيى، تنخرط الجزائر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي ستكون لها نتائج إيجابية على التنمية في القارة السمراء، كما ستعزز مكانتها على مستوى التجارة العالمية. القارة الإفريقية تستفاد المزيد من الاندماج. إذا كانت تشوفي اليوم أكبر دول في العالم كلها تسعى إلى خلق فضاء للحوار والعمل الاقتصادي المشترك مع أفريقيا، فهذا يخليك يعني تقيمي وزن أفريقيا كسوق، كقدرات، كإمكانيات. يخصنا احنا المغاربة، ربما مادام ما قدرناش بعضنا بعض نحرك آلية الاتحاد المغاربي لأسباب تعرفوها كلكم، صبحت الأمور مشلولة بالمنطقة الاقتصادية الحرة للمغرب العربي لكل اتفاقيات. ربما يعني الفضاء الإفريقي يخلي المنطقة المغاربية هي كذلك تلتحق الموكب من خلال الفضاء الأوسع وليس في الفضاء المغربي. ممثل رئيس الجمهورية أكد في كلمته أن الجزائر، وقناعة منها بضرورة تكريس الوحدة الإفريقية واندماج اقتصادي مشترك، لن تدخر أي جهد في مواجهة ما يعيق إنشاء هذه المنطقة وفي مقدمتها التحديات الأمنية المتنامية، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية لمنطقة التبادل الحر على الاقتصاد الإفريقي والجزائري على حد سواء. هذه الاتفاقية تاع اليوم فيها رسالتين في الواقع، احنا نتكلم ونحلل أكثر فأكثر، فيها رسالتين للفضاء الاقتصادي الجزائري، رجال الأعمال إلى آخره، فيها رسالة أمل، مستقبل سوق أوسع، وفيها رسالة للتجنيد وتحسين الأداء، لأننا نبقاو دائما يعني ننتظروا سوق محمي، هذا يعني ماهوش الشيء اللي نقدروا نضمنوه كسلطة في الجزائر للاقتصاد الجزائري أكثر من 4 سنوات 5 سنوات أكثر. اتفاقية التجارة الحرة القارية التي وقعت عليها اليوم أكثر من 40 دولة وصفها المشاركون بالتاريخية وبالمنعطف الحاسم في تاريخ إفريقيا نحو تحقيق سوق إفريقية مشتركة تكون في مستوى إمكانات القارة السمراء وطموحات شعوبها. من مجرد شعارات إلى خطوة ملموسة تجسدت اليوم في هذه القمة الاستثنائية، هي خريطة طريق وضعها الأفارقة من أجل تكاملهم الإقليمي واندماجهم الاقتصادي. من العاصمة كيغالي، إسمهان مومني، بعثة التلفزيون الجزائري إلى رواندا. وعلى هامش القمة التقى الوزير الأول أحمد يحيى بكيغالي رؤساء كل من السنغال ماكي سال وتنزانيا جون ماغوغولي والموزمبيق فيليب نيوسوم، حيث نقل لهم رسائل الأخوة والتقدير من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتمحور اللقاء أساسا حول تعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول الثلاث، وكذا المسائل الإفريقية المندرجة في جدول أعمال المنظمة القارية. من جهتهم، حمل رؤساء ماكي سال وفيليب نيوسوم وجون ماغوغولي ويحيى تحياتهم الأخوية وتقديرهم إلى رئيس بوتفليقة وتمنياتهم بموفور السعادة والازدهار للشعب الجزائري. يشرع وزير شؤون الخارجية عبد القادر الساهل في زيارة إلى بلغاريا وصربيا وكرواتيا ابتداء من 23 إلى غاية 26 مارس الجاري، وذلك بدعوة من نظرائه في الدول الثلاث. الزيارة التي يحمل فيها الساهل رسالة صداقة وتقدير من رئيس الجمهورية إلى رؤساء هذه الدول تسمح بتقييم العلاقة الثنائية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات
المجالات، كما تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. برلمانيا، وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، عرض وزير العدل حافظ الأغتام الطيب لوح النص مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين أمام نواب المجلس. المشروع الذي يتضمن 76 مادة يأتي لسد الفراغ القانوني في مجال حماية المعطيات الخاصة بالأشخاص في ظل التطور التكنولوجي الراهن. وخلال رده على تساؤلات النواب، أكد طيب لوح أن المشروع يقضي بإنشاء سلطة لدى رئيس الجمهورية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق مقتضيات التعديل الدستوري الأخير. أكثر تفاصيل مع زكريا مهوبي. وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وهو يعرض مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكد أن أهمية مشروع القانون تبرز من الفراغ الموجود في المجال رغم وجود بعض الأحكام القانونية، وكذا أهمية مواكبة إصلاحات العدالة للتطور التكنولوجي والتعديلات الدستورية الأخيرة. ومن أهم ما ورد في مشروع القانون إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، سلطة تنشأ لدى رئيس الجمهورية. ما جاء به مشروع القانون هو إنشاء سلطة، شبه سلطة الضبط عمومية تتشكل من أعضاء وأوضح القانون تشكيل هذه السلطة العمومية، وهي كما قلت سلطة ضبط. هذه الإضافة القوية في مجال حماية المعطيات الشخصية للشخص الطبيعي هي التي يجب أن نعطيها كل الاهتمام. إنشاء السلطة بذاتها عمومية لدى فخامة رئيس الجمهورية وبتشكيلاتها هذه هو الذي يعطي الحماية الكاملة من حيث الرقابة والحماية. وخلال رده على أسئلة النواب التي برز فيها التثمين وبعض التساؤلات حول الجوانب التقنية لمشروع نص القانون وتطبيق القوانين، شدد وزير العدل حافظ الأختام أن القانون فرضته التعديلات الدستورية. التعديلات الأخيرة التي كان بادر بها فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي جاء وفقا لهذه المادة، المادة 46 من الدستور. أؤكد مرة أخرى وأؤكد مرات أخرى قادمة، الجزائر ليس لها أي ضغط ولا تقبل أي ضغط، وهي حرة ومستقلة في قراراتها. فالحكومة أتت بمشروع هذا القانون لأنها تعتبره في إطار السياق العام للإصلاحات وفي إطار السياق العام لترقية حقوق الإنسان وضمان الحريات وحماية المعطيات الشخصية للشخص الطبيعي. وفي تفاصيل مشروع النص ورد بأنه في إمكان أي شخص تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها أن يطلب من الجهات القضائية اتخاذ إجراءات تحفظية لوضع حد لهذا التعدي.
افتتح أمس بقصر المعارض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي رفقة عدد من الوزراء الطبعة 7 للصالون الوطني للتشغيل، والتي تحمل شعار النجاح بفضل الابتكار، والذي يشهد مشاركة أزيد من 500 عارض من بينها 300 مؤسسة ناشئة. الصالون فرصة لطالبي العمل وخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني للاطلاع على الشروط والامتيازات التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل للراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة. أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريطة على تدشين المركز الوطني لطبع مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا بالقبة بالعاصمة التابع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بدوي أكد بالمناسبة أن قطاع التربية يشكل أولوية من أولويات الحكومة. لتياب البحري. يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بطبع ما يفوق 45 مليون ورقة سنويا، ولتحسين ظروف العمل تدعم الديوان بالمركز الوطني لطبع مواضيع شهادة البكالوريا والامتحانات، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن الحكومة تضع قطاع التربية الوطنية في صدارة اهتماماتها. طبيعة الحال هو مكسب لقطاع التربية الوطنية، ويأتي في إطار هذه الاستراتيجية التي هدفها هو الرقي بهذا القطاع من منطلق طموحات هذه العائلة الكبيرة، عائلة التربية الوطنية. وهذا ما يؤكد عليه فخامة رئيس الجمهورية في تعليماته وفي توجيهاته، ويضع قطاع التربية الوطنية في قلب كل ما تقوم به الحكومة. فالتلميذ له مكانته وله اهتمامه الكبير لدى السلطات العمومية، الأستاذ كذلك له مكانته وله الكبيرة في ما في هذه الاستراتيجية. المدرسة بصفة عامة هي في قلب ما كل هذه التحديات التي رسمتها الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية للرقي إلى مستويات عالية وعالية جدا. المركز تم تجهيزه بأنظمة أمنية جد متطورة، بالإضافة إلى تجهيز المطبعة بأحدث التقنيات وتهيئة الإقامة لتوفير الظروف اللازمة للإيواء. الوضعية تاع الديوان كان يدخل في إطار انشغالين فيما خص القطاع التربية الوطنية. أولا الجانب الأمني، وكذلك الجانب الثاني وهو أخذ بعين الاعتبار الظروف اللي كان أمامها الموظفين القطاع التربية الوطنية في إطار هذا الديوان. كانوا مفتشين وأساتذة اللي كانوا يدخلوا وينعزلوا لمدة طويلة، كان لازم أن نحسنوا ظروف يعني المعيشة في إطار هذا الديوان. فهذا المكسب اللي راه اليوم يعبر أو هو مؤشر لهذا الانشغال. المركز الذي يقوم بطبع ما يفوق 300 موضوع سنويا يعد مكسبا هاما لقطاع التربية، من شأنه ضبط العملية بطريقة جد دقيقة. استقبل أمس وزير الاتصال جمال كعوان وزير الاتصال الصحراوي حمادة سلامة، الذي جاء حاملا رسالة أخوة من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإلى الجزائر، مثمنا موقفها الثابت الداعم للقضية الصحراوية العادلة، وهو ما أكد عليه وزير الاتصال. كما تم استعراض وضع التعاون الثنائي في مجال الاتصال وسبل تعزيزه في ظل ما تفرضه التكنولوجيات الحديثة والتحديات الإقليمية والتولية. يرتقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة توصل تساقط أمطار رعدية مصحوبة بالبرد اليوم ببعض الولايات الشرقية والوسطى.
أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت أمس مفازة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار 6 مهربين وأحبطت محاولة تهريب 120 طنا من المواد الغذائية وضبطت 10 شاحنات ومركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب. من جهة أخرى أوقفت مفازة أخرى مهربين 2 وضبطت أزيد من 2000 وحدة من المشروبات بالوادي، في حين تم توقيف 17 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من بشار الدرار وتلمسان. دوليا وبنيويورك قدم أمس المبعوث الأممي للصحراء الغربية هوست كولر أمام مجلس الأمن أولى عناصر الوساطة التي باشرها في أكتوبر المنصرم حول أول إحاطة متابعة عن كثب قبيل التقرير المقبل حول النزاع في الصحراء الغربية. وسيدعم كولر خلال هذا الاجتماع المقرر في جلسة مغلقة رئيس بعثة المينورس الجديدة الكندي كولين ستيوارت. هذا ويتوجه كولر اليوم إلى واشنطن لمناقشة القضية الصحراوية مع كتابة الدولة الأمريكية. نبقى دائما في ملف الصحراء الغربية، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة التي يتعرض لها المساجين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، حسب ما أكدته رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريدريكا موغيريني، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وبما يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار تسوية مطابقة لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. أخبار دولية مختصرة مع طاووس فرجنيس. تم بنجاح إطلاق صاروخ روسي من قاعدة كازاخستان متجها إلى المحطة الفضائية الدولية، ويحمل على متنه 3 رواد فضاء أمريكيان وروسي. في ثاني يوم من فصل الربيع استيقظ سكان نيويورك على موجة برد قارس مصحوبة بثلوج غطت شوارع المدينة وتسببت في غلق المدارس والمؤسسات العمومية. السودان وحيد القرن الأبيض يفارق الحياة بكينيا عن عمر يناهز 45 عاما، وهو آخر ذكر لتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم. في المشهد الثقافي أسوار القلعة 7 سيكون حاضرا في فعالية مهرجان الفيلم المتوسط بعنابة التي انطلقت أمس فعاليته في طبعته 3 تحت شعار سلام للمتوسط. التظاهرة تشارك فيها 15 دولة وتمت برمجة 60 فيلما من بينهم 20 فيلما مطولا بين روائي ووثائقية تتنافس على العنابة الذهبية. في الرياضة أسفرت نتائج قرعة الدور 16 المكرر من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي سحبت أمس الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهة اتحاد الجزائر لنادي بلاتو يونايتد من نيجيريا، في الوقت الذي سيلعب فيه شباب بلوزداد ضد أسيك ميموزا من كوت ديفوار. أما في منافسة رابطة أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات سيلعب كل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر في المجموعة ب التي تضم كذلك كل من الدفاع الجديد من المغرب وتيبي مازامبي من الكونغو. حظ موفق إذن لممثلي الكرة الجزائرية في المنافستين. ختام النشرة، إلى اللقاء.